بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل المبارك أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران، وأن يوفقنا لقيام هذه الليالي المباركة، ليالي العشر المقبلة بإذنه عز وجل، كما نسأل عز وجل أن يوفقنا لقيام ليلة القدر. أيها الإخوة الكرام، يسرنا في مستهل هذه الحلقة أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وكذلك الرسائل النصية فقط 0501785536. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم معالي الشيخ بارك الله فيكم. السائل يقول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يسأل عن تفسير هذه الآية بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله. أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا، بمعنى أن يداوموا على الإيمان وأن يستزيدوا من الإيمان بالأعمال الصالحة. آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن الكريم، والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وموسى. فيجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ويجب الإيمان بجميع الكتب التي نزلت على الرسل من أولها إلى آخرها. فمن كفر برسول فإنه كافر بجميع الرسل، ومن كفر بكتاب من الكتب السماوية فهو كافر بجميع الكتب. وهذا من أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. معالي الشيخ حفظكم الله، نحن في شهر التوبة، وهذا أحد الإخوة يقول: ما المقصود بقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما؟ نعم، يقول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله. فالله أوجب على نفسه أن يتوب على من تاب إليه، وهو حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، أي المعاصي، بجهالة. والجهالة هنا عدم الحلم، الجهالة هنا عدم الحلم، وليس المراد بها الجهل بالأحكام الشرعية، كما في قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله
فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. أحسن الله إليكم. استكمال الآية حفظكم الله، يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. وليست التوبة للذين يعملون، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالتوبة تقبل ما لم يغرغر العبد، تبلغ روحه الغرغرة، بلغت الحلقوم، حينئذ لا تقبل التوبة. وإلا فكل أحد يموت إذا عاين الموت وقاس سكرات الموت يتوبون، ولكن لا تقبل توبتهم لأن وقت التوبة انتهى وأغلق باب التوبة. نعم. نعم بارك الله فيكم. نصيحتكم للاستغلال هذه الأيام المباركة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى وتجديد التوبة مع الله عز وجل. نعم، هذه الأيام أيام رمضان أيام مباركة. نعم. هو شهر الصيام، شهر القيام، شهر تلاوة القرآن، شهر تزاد فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات ويصفد فيه الشيطان عن أهل الإيمان، فهو شهر عظيم يمكن الله عباده المؤمنين فيه من فعل الخيرات والإكثار من الحسنات، فهو فرصة في عمر المؤمن وفي حياة المؤمن لمن وفقه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله، إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟ نعم، إذا شق الصيام عليها بسبب الإرضاع، لأن الإرضاع يضعفها، فيجوز لها الإفطار من أجل أن ترضع طفلها وتقضي من أيام أخر، وتطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان إفطارها من أجل الرضيع. أما إن كان إفطارها من أجل نفسها وهي أنها لا تطيق الصيام مع الرضاع، فإنها تقضي فقط وليس عليها كفارة. نعم. أحسن الله إليكم. نحن متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات من خلال هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. بارك الله فيكم. السائل يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ الحديث صحيح الحمد لله، وأما معناه فهو واضح. الجنة لها أبواب، لها أبواب ثمانية، كما أن النار لها أبواب سبعة، لها سبعة أبواب، كل باب منهم جزء معلوم يعني من الكفار، فتفتح فيه أبواب الجنان لتمكين المؤمنين من الأعمال الصالحة التي يدخلون بها الجنة، ويمكنهم الله من ذلك، وفيه الحث على الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله فيكم. أيضا السائل يقول أرسل هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، رواه الترمذي وصححه الألباني. يسأل عن ذلك، بارك الله فيكم. هذا الحديث صحيح ومعروف. نعم. وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن نعم رغم أنف رجل ذكرت عنده، من ذكرت عنده نعم فلم يصلي عليك، رغم أنفه
يعني دس في الرغام وهو التراب إهانة له، من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، وتارة تكون واجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة. من ذكرت عنده فيصلى عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، كلما ذكر فإنه يصلى ويسلم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن المواطن التي يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. نعم. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان، والثاني رغم أنف رجل دخل عليه رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار. فالذي يأتي عليه رمضان وهو مستمر مع ذنوبه ومعاصيه ولم يتب، هذا رغم أنفه إهانة له والعياذ بالله. نعم. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر، وكذلك الثالث. نعم. من أدرك أبويه الكبيرين أو أدرك أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني أنه لم يبر بهما ويحسن إليهما، والله جل وعلا أمر بالإحسان إلى الوالدين وجعل حقهما بعد حقه سبحانه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تفسير الآية في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم، هذه الآية آية عظيمة. يا أيها الناس، جميع الناس المؤمنين والكفار، خطاب لجميع الأمة، أمة الدعوة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من الله سبحانه وتعالى، والموعظة هي التذكير والأمر بالمبادرة بطاعة الله سبحانه وتعالى. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فالقرآن يشفي الله به صدور المؤمنين، قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، فيذهب ما فيها من الشك والشرك ومن الغل والحقد. فشهر رمضان صفي به الله قلوب المؤمنين من هذه الآفات. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معالي الشيخ صالح بارك الله فيكم، والمسلمون وهم في هذا الشهر الفضيل المبارك، ما هي إلا أيام ويستقبلون العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تتحدثون عن فضل هذه العشر وكيف يستفيد منها المسلم؟ نعم، العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. نعم. وكان يعتكف العشر الأواخر حتى فارق الدنيا، بمعنى أنه يجلس في المسجد في مكان يحاط بحصير ويخلو بالله سبحانه وتعالى ويذكره ويتلو كتابه، فهو شهر الاعتكاف، وهو البقاء في مسجد من المساجد التي تصلى فيها الجماعة لذكر الله وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة. نعم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول: قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يسأل بارك الله فيكم: ما الحكمة من عدم تحديد ليلة القدر؟ من أجل أن يجتهد المسلم في كل شهر رمضان، لأن كل ليلة من ليالي رمضان
يمكن أن تكون هي ليلة القدر، أخفاها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي الشهر حتى يحصل على قيام الشهر كاملا وقيام ليلة القدر، فيحصل له الأجران. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله أنه يريد أن يسافر أول العشر، وبالنسبة لزكاة وصدقة الفطر يريد أن يسلمها لأحد أخويه حتى يدفعها للفقراء في يوم 27 أو آخر الشهر. نعم، يجوز هذا، يجوز أن يوكل من يخرج عنه صدقة الفطر في وقتها، في قبل صلاة العيد، في ليلة العيد أو قبل صلاة العيد، وهذا أفضل، ويجوز تقديمها قبل العيد يوم أو يومين بنفسها، ويوكل من يخرجها في وقت إخراجها. نعم، كثير السفر كيف يصوم بارك الله فيكم؟ في السفر يفطر، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمسافر له أن يفطر وله أن يصوم، لكن الإفطار في حقه أفضل عملا بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم، أحسن الله إليكم. هذا رجل مسافر في نهار رمضان ونوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب، فما صحة صومه؟ إذا كان نوى الفطر فإنه يفطر، قد أفطر لأنه قطع النية، وإنما الأعمال بالنيات، فإذا قطع النية وعزم على الإفطار فإنه ينقطع الصوم. نعم، أبو عبد الله يقول ما الحكم إذا أكل الصائم ناسيا، وما الواجب على من رآه؟ نعم، من أكل ناسيا أو شرب فإنما كما في الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه، قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، بدر من الخرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لماذا خص الله جزاء الصوم به سبحانه وتعالى؟ لعظم الصوم، ولأن الصوم لا يدخله رياء، الصوم لي يعني لا يدخله رياء مثل سائر الأعمال، فهو نية خالصة لله عز وجل، والأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصيام فإنه لا حد لمضاعفته. نعم، يقول السائل نرى بعض التقاويم في شهر رمضان المبارك يوضع فيه قسم يسمى الإمساك، ويجعل قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا. تقويم المعتمد في المملكة هو تقويم أم القرى، وهو منضبط ومعمول به، ولا يلتفت إلى غيره من التقاويم. نعم، يقول بارك الله فيكم هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد الصوم؟ ينقص ثوابه ولا يبطل الصوم، بمعنى أنه يقضيه ولكن يكون لا ثواب له، ويصير عمله للذي وقع في عرضه واغتابه أو نمه. نعم، نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول زوجي لا يصلي بالمسجد ولكن يصلي بالبيت بدون عذر، وأولادي الآن مثل والدهم وأنا غير راضي عن الصلاة بالبيت، ما حكم فعلهم؟ هذا رجل سوء والعياذ بالله في نفسه وفي خطته مع أولاده. الواجب عليه أن يصلي في المسجد، من سمع النداء، قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل يا رسول الله وما العذر؟
قال خوف أو مرض، فإذا سمع النداء فيجب عليه الإجابة والحضور للصلاة مع المسلمين، ويأخذ معه أولاده والذكور ويذهب بهم إلى المسجد إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز سن السابعة. أما إذا كانوا بلغوا سن البلوغ فيجب عليه أن يذهب بهم وأن يلزمهم بالصلاة. نعم. حسن محمد يقول هناك بعض الناس يحافظون على الصلاة في شهر رمضان المبارك، ولكنهم في الأيام العادية غير محافظين عليها بل مقصرين، ما توجيهكم؟ لا تنفعهم المحافظة على الصلاة في رمضان فقط، لأن الصلاة كما قال الله جل وعلا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مفروضة، موقوتة يعني في أوقاتها المعروفة تؤدى فيها. فالصلاة ركن من أركان، هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم. هذا السائل يقول علي كفارة جماع من رمضان الماضي ولا أستطيع الصيام أو العتق، ماذا أفعل؟ تنتظر حتى تقدر على أداء الكفارة، فإذا لم تقدر فإنك تطعم 60 مسكينا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو هشام مقيم في المملكة يقول الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ما حكمه وهل يقع؟ الحلف بغير الله شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالواجب أن المسلم يحلف بالله، من كان حالفا، قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يقبل الصيام من دون الصلاة؟ لا، أركان الإسلام لا تقبل إلا كاملة، لا تقبل إلا كاملة، فإذا ترك ركنا منها لم تنفعه بقية الأركان. نعم. أبو سعيد من أبها يقول نرجو تفسير قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نعم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لأنهم أهل الامتثال، يغضوا من أبصارهم يعني يغمضوا أبصارهم أو يلفتوها عن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. فالأبصار قد تجني على صاحبها، والنظرة تجر إلى الشر، فعلى المسلم أن يغض بصره عما حرم الله سبحانه، ولا يطلق بصره فينظر إلى النساء أو ينظر إلى الصور الفاتنة التي تعرض في الشاشات، بل يغض بصره عنها ولا ينظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يسأل عن الضابط الشرعي في صيام كبير السن. كبير السن مثل غيره، إذا كان يستطيع الصيام فإنه يجب عليه الصيام، وإذا عجز عن بعض الأيام فيفطر ويقضي هذا الذي أفطره. أما إذا كان ما يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا فهذا عليه إطعام مسكين عن كل يوم، كيلو نصف عن كل يوم، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والذين يطيقونه يعني لا يستطيعون صيامه، وفي قراءة يطوقونه يعني يشق عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. أم سالم من أبها تقول أنا مريضة في السكر في الدم وأستخدم الأنسولين، هل يجوز أن أفطر؟ الأنسولين الذي في العضل ما يضر الصيام، الحمد لله ما يضر الصيام، إنما الإبرة التي في الوريد لا، هذه تبطل الصيام، أما التي في العضل فلا تبطل الصيام، وتجنبها أحوط وأتم.
نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بالسؤال عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، هذا إخبار من الله عز وجل أن الرائحة التي تكون، الرائحة الكريهة التي تكون في نفس الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله، فهي أثر من طاعة الله، فالله يحبها وإن كان الناس يكرهونها، فهي محبوبة عند الله لأنها نشأت عن طاعة الله بسبب خلو المعدة من الطعام. نعم، تخرج هذه الرائحة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، والذي يأتيكم في هذه الأيام المباركة. نسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران. قد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، نستودعكم الله، وهذه تحية من الزملاء عبد الرحمن مدرع وكذلك من المخرج سلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.